من الناس. تعالوا بقى نسمع ونشوف الناس بيشتكوا من ايه، بيشتكوا من مين وبيقولوا ايه. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباع. عايز اعرف بس ايه الحلول اللي بتقدمها الحكومه؟ قالت لك مشكله السيول هتتحل، جت السيول تاني عملت في البحيره، ولا شفنا اي حل ولا شفنا اي حاجه. لازم مسؤولين يعني منهم الرئيس نفسه ينزل للفقراء وينزل للصعيد، ينزل الارياف، ينزل المناطق اللي هي النائيه خالص خالص، ويشوف الناس متطلباتهم ايه. لو رحت اشتغلت في قطاع خاص او قطاع حكومي حد ادنى 1200، 1200 دول ما يصرفوش على شاب ولا شاب مثلا يكون نفسه فيها. الحكومه تشوف شغلها شويه، المسؤولين يشتغلوا، يعني بلاش المكاتب، بلاش الكلام ده، الناس تشوف شغلها. لما مثلا الواحد بيطلع عشان يجيب حاجه او يشتري حاجه من اللي هي غاليه جدا والاسعار بتتضاعف مثلا في الخضار والحاجات دي. الاسعار الادويه دلوقتي بقت نار، والمستشفيات دلوقتي الحكوميه ما بتعملش حاجه، تروح المستشفى الحكوميه استنى دورك، استنى مش عارف ايه، تروح تجيب الادويه من بره حاجات اسعار خياليه في الادويه. العربيات زي اللي ماشيه دي كده، العربيات دي دايما في نص الشارع بتقف. طب ليه؟ ومن الشرطه ولا بتوع المرور نفسهم بيبقوا واقفين، ما فيش المفروض نلاقي حلول للموضوع ده. ما فيش شغل، فيش مرتبات عاليه، كله بيتكلم في مرتبات رخيصه، مش عارفين ناكل عيش ولا بنعمل مسؤوليه ولا اي حاجه. ما بقاش في امن في الدوله، ما بقاش في اي حد غير ان هو عايز رشاوي، تروح تعملي ورقه تموين عايز رشوه يفتح لك الدرج. لما ما عملتيش كده واحده زي عايزه معاش مش عارفه تصرف معاش، وانا عندي دخل على 50 سنه ماشي. كل الكلام ده هتلاقيه مع الناس كلها مش معايا انا لوحدي.